أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي واجه الصحافة، وحلقة هذا الأسبوع تدور حول موضوع هام يشغل بال الرأي العام منذ سنوات عديدة، حقوق المالك والمستأجر بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة. قضية الإيجار القديم من القضايا المجتمعية المزمنة التي ظلت قائمة لأكثر من 77 عاما، وهي قضية ممتدة منذ ما يقرب من هذه الفترة مما قبل ثورة 23 من يوليو من عام 1952. لذا تمثل قضية الإيجارات القديمة أحد أهم القضايا التي توليها الدولة أهمية كبرى لما لها من انعكاسات اجتماعية، وكونها واحدة من الأزمات القديمة التي تبحث عن حل. الاثنين الماضي الموافق 7 مارس الجاري بدأ تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص لاعتبارية لغير غرض السكنة، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم 6 مارس، حيث نصت المادة 5 من القانون على أن يعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. على أي حال، هذا القانون وحقوق المالك والمستأجر نضعه على طاولة النقاش مع حضراتكم ومع ضيفين كريمين في هذه الحلقة من واجه الصحافة، ونبدأ مع سيادة المستشار أحمد أبو المعاطي أستاذ القانون الدولي. أهلا بك سيادة المستشار، شرفتنا. أهلا بحضرتك يا أمين بي، أهلا، كل سنة طيبين وبرنامج موفق، وبأثني على هذا البرنامج لأنه بيعالج يعني قضايا مجتمعية خطيرة جدا. بشكرك، فربنا يوفقكم يعني. بشكرك، أسر البرنامج بالكامل. هنستأذن حضرتك نبدأ في المناقشة بعد قراءة أهم ما جاء في الصحافة المصرية الصادرة في الأسبوع الماضي بعد صدور هذا القانون، وبعد هذه القراءة نبدأ النقاش مع ضيفنا الكريم. من جديد لحضراتكم التحية، ونبدأ قراءتنا الصحفية هذا الأسبوع من صحيفة اليوم 7 التي جاء فيها تحت عنوان إسكان الشيوخ تفتح ملف إشكالية قانون الإيجارات القديمة. تقول التفاصيل: الدكتور مصطفى مدبولي يعلن عن تشكيل لجنة موحدة تضم ممثلي الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ من أجل وضع تصور شامل وصياغة مشروع قانون لوضع حل جذري ونهائي لملف الإيجار القديم بكافة أنواعه. أكدت الحكومة على وجود مجموعة من الثوابت التي سيتم العمل بها وفقا لها في إعداد مشروع القانون، ومنها وجود مهلة انتقالية قبل تحرير العلاقة الإيجارية، وتوفير مساكن بديلة للمستأجرين سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين. كان هذا الخبر من اليوم 7، ونتحول إلى المصري اليوم التي جاء فيها تحت عنوان أحمد السجيني: الملاك والمستأجرون ضحايا قانون الإيجار القديم والدولة تسعى لحل الأزمة. حيث قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: الملاك والمستأجرون ضحايا لقانون الإيجار القديم، ويجري تكثيف الجهود لحل مختلف المشكلات التي تتعلق بذلك القانون بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الحكومة لا تبحث عن تشريد المواطنين. نتحول إلى الشروق: النواب يقولون قانون الإيجار القديم يجب أن يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، فالقانون القديم تسبب في ظلم لفئة يجب أن يعاد الحق إليها لكن دون إضرار بالفئات الأخرى، ولذلك يجب دراسة مشروع القانون بشكل مفصل عند إحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وأعضاء النواب يسعون لإحداث توازن بين الطرفين المالك والمستأجر وإجراء حوار مجتمعي كبير حول مشروع القانون وشقق الإيجار القديمة المغلقة تعني أن المستأجر في غنى عنها، لذلك لا يوجد أي معنى لاستمراره. نذهب إلى الأهرام: تعديل قانون الإيجار القديم، كيف يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر؟ القانون يعمل على تصحيح العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية من خلال تقسيمها إلى شرائح والتعاون مع كل شريحة على حسب طبيعتها، فهناك حالات يمكن تحريرها بصورة فورية مثل الوحدات المغلقة، وحدات يمكن تحريرها خلال فترة وجيزة مثل الوحدات التي يمتلك أصحابها بديلا سكنيا آخر، وهناك وحدات يستحق أصحابها المساندة من خلال صندوق يدعمهم لسداد القيمة الإيجارية العادلة،
ويقدم لهم مساعدات لتشجيعهم على الانتقال لوحدة من الوحدات التي تطرحها الدولة. نعود إلى المصري اليوم من جديد، وفيها عن تعديل قانون الإيجار القديم. مجلس الوزراء يقول لن نترك أحدا في العراء. الحكومة لن تترك أحدا في العراء مع تعديل قانون الإيجار القديم، وستوفر مسكنا بديلا لمن لا يتمكن من توفير مسكن خلال الفترة الانتقالية، وسيكون هناك نظام للتملك ونظام آخر للإيجار. كما أن الحكومة ستعفي المستأجر من دفع أي مبالغ مقدمة في إطار تخفيف الأعباء. نختتم من أخبار اليوم أهم تعديلات قانون الإيجار للأشخاص لاعتبارية لغير الغرض السكني، حيث ينص القانون على مهلة قبل الإخلاء لا تجاوز 5 سنوات، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنة مع زيادة القيمة الإيجارية لتكون 5 أمثال القيمة الحالية، وتزاد سنويا بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك فيما يخص الشخصيات الاعتبارية للأماكن غير السكنية تجارية أو إدارية، وتشمل هيئات ومؤسسات الدولة والمديريات والمدن والقرى والإدارات والمصالح والمنشآت العامة والهيئات والطوائف الدينية والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات. هكذا تكون قراءتنا الصحفية انتهت، وبعد الفاصل نبدأ النقاش مع ضيفنا وضيفكم الكريم. جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفنا وضيفكم الكريم سيادة المستشار أحمد أبو المعاطي أستاذ القانون المدني. سيادة المستشار، يعني زي ما قلنا في المقدمة، يعني 77 عاما مرت على هذا القانون. ربما أنا لا أملك رقم هذا القانون، ولكن يبدو أنه صدر ما قبل ثورة يوليو كما تشير المقدمة في الأربعينات، وهذه الفترة يعني أليست طويلة جدا على هذا القانون؟ يعني اسمح لي، بسم الله الرحمن الرحيم، اولا عاوز اقول لحضرتك احنا مش عاوزين برضو ان نحمل الحكومه الرشيده دلوقتي حقبه السنوات اللي فاتت كلها بالكامل، تمام، لان هي يعني قدرها انها تلقت مشكله كبيره قديمه، تمام. فايجاد التوازن اللي بيسعى اليه الحكومه ده شيء جميل جدا بين المالك وبين المستاجر. المشكله يعني من 47 وبعدين في 52 وبعدين 69، سنة 77 جرى تعديل بالقانون 49 سنة 77، جرى تعديل سنة 81 بالقانون 136 سنة 81، جرى تعديل في 97 بالزيادة، و 2001 جرى تعديل، والتعديل الأخير بالقانون 10 لسنة 22 فيما يخص الأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكنة، لغير أغراض السكنة، لأن في أشخاص اعتبارية مؤجرة شقق للسكنة لموظفيها مثلا، مفهوم. فدي خارج الإطار. فالمشكلة فيها إيجاد حلول مطروحة على الحكومة، وكل منهم بيسعى، حتى في التشكيل الأخير ولجنة برأس معالي السيد رئيس الوزراء وممثلين من عن السكان وممثلين عن 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 الهيئات المختصة والملاك كذلك، يعني عشان خاطر إيجاد منظومة تشريعية عادلة بين الطرفين. المسعى انا طبعا سؤالي ما كانش لحضرتك عن يعني ليه طالت المدة، لكن خلينا نأصل للمسألة وإذن ليكون ده بعد ما نتابع مع حضرتك ومع مشاهدين الكرام. التقرير بيفتح باب النقاش أكتر، هنتابع مع حضرتك ومع مشاهدين الكرام ونعود إليكم بعد هذا التقرير، أرجو أن تبقوا معنا. تعتبر أزمة الإيجار القديمة من القضايا التي شغلت الرأي العام والشارع المصري لسنوات طويلة، ولكن بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة حل الأزمة، قدمت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم لمناقشته في مجلس النواب، وكان مجلس النواب قد وافق برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، وذلك بشكل نهائي. تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني أشار إلى أن التعديل يهدف إلى منح المستأجرين مهلة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعهم نظرا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
هذا وتعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب وممثل الملاك والمستأجرين على وضع تصور لمشروع قانون شامل لحل ملف الإيجار القديم بشكل نهائي يطبق على جميع الشقق المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية. وقد حددت الحكومة بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مجموعة من الثوابت من أجل الالتزام بها في صياغة مشروع القانون، حيث ستكون هناك فترة انتقالية قبل تحرير العقود وإخلاء الشقق، سيتم الاتفاق على مدتها من قبل اللجنة العليا المشتركة من الحكومة والبرلمان، فضلا عن توفير بدائل وشقق سكنية للمستأجرين بنظام التمليك أو الإيجار وبإجراءات ميسرة، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين. من جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفنا وضيفكم الكريم سيادة المستشار أحمد أبو المعاطي أستاذ القانون المدني. سيادة المستشار، كنا بنتحدث عن الفترة اللي امتد فيها تطبيق هذا القانون 77 عاما، وحضرتك أشرت لتعديلات لاحقة عليه، لكن هو السؤال يعني بافتراض أن هذا القانون صدر في الحقبة الملكية، نعم، واستمر نوعا ما في الحقبة الناصرية بما يتماشى نوعا ما مع الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية في هذا العصر، نعم، ما الذي يمكن أن يقال في ضرورة تعديله الآن؟ الظروف طبعا الاقتصادية والظروف اللي فيها الدولة حاليا، وبعد طرح مجموعة كبيرة جدا من المساكن، أعتقد يعني وجب حل هذه المشكلة، لأن القانون حدد يعني الفترة اللي سيادتك سألتني سؤال عن طول الفترة 77 عام، لو نظرت إلى السنوات الماضية في 77 عام هتجد برضو 56 حرب، 73 كانت حرب، الأزمات العالمية اللي تمت في الفترات دي كلها، فعشان خاطر كنا نجد مكان ملائم للمستأجر حتى يستفيد به لازم يبقى فيه ايجاد منهم. الحكومه دلوقتي فيما يخص الحقبه الرئاسيه الجميله الموجوده اوجدت كثير جدا من الشقق والمدن الجديده، فاعتقد هناك يعني اتجاه لحل هذه المشكله فعلا، وفيه نيه جاده من الحكومه بحل هذه المشكله، لكن بدا حل هذه المشكله بالشخص الاعتباري. طب قبل ما نوصل للنقطه ديت، بافتراض انه يعني زي ما ذكرنا انه نمط الايجار هو كان النمط السائد اللي بيوافق ظروف اغلب المصريين في هذه الفترات، ويفترض انه قيمة الايجارات في هذا التوقيت كانت قيمة مقاربة للعدالة او عادلة، مع تغير الزمن ومع سنوات طويلة اظن انه الخلل اللي حصل في العلاقة وعدم التوازن سببه انه قيمة اصبحت غير عادلة. الظروف الاقتصادية، الحالة، القيمة النقدية للجنيه ذات نفسه فعلا. يعني عاوز اقول لحضرتك حاجة برضو، تراكمات الأحداث فيما يخص نشأة قانون إيجار الأماكن نشأ في ظروف غير استثنائية، زوال هذا الظرف الاستثنائي يجب أن يتم طرح بديل للمستأجر ذات نفسه، لأن المالك مستعجل والمستأجر عاوز يستفيد بالعين. إيجاد حلول اقتصادية جانب من الحل برفع القيمة الإيجارية حاليا هيكون أحد أسباب راحت الاثنين مع بعض، سواء المؤجر او سواء المستاجر. تمام. احنا من الاخبار الصحفيه اللي قريناها سياده المستشار اللي قدرت افهمه انه ما صدر هو زي ما حضرتك اشرت الاشخاص الاعتباريه لغير غرض السكنه، ويفترض انه في حوار مجتمعي بقى لبقيه تعديل القانون، مظبوط كده؟ هو في حوار مجتمعي حاليا مطروح على رئيس وهذه اللجنه برئاسه السيد معالي رئيس الوزراء فعلا. وهناك ممثلين للمستاجرين وممثلين لكافه الوحدات وممثلين للملاك ايضا. لكن عاوز اقول لحضرتك عشان خاطر ما يعني انا في اطار معين سيادتك بتسالني، لكن هناك اطروحه في هذا الحل، اطروحه في ايجاد حل، ان القانون لما حدد اسباب لانتهاء عقد الايجار حددها في 6 اسباب او 7 اسباب، منها السبب الشهير تخفيض صدر الاجره او الاساءه لاستعمال العين او هلاك العين، هلاك كلي مثلا، صدر قرار ازاله او حاجه زي كده. لكن الحلول اللي ممكن تطرح في هذه الاثناء، حل ممكن يضاف الى هذه الحلول يساعدنا في الحل، وهو ان انت سيادتك لازم توسع دائره اسباب الاخلاء. ليه؟ علشان خاطر انت عندك النهارده اللي يستفيد من الدوله بوحده
سواء اشتراها او ايجار تمويلي او بيع تمويلي، يجب ان المستاجر في مثل هذه الحاله عشان خاطر يستفيد يبقى عليه تعهد بان يسلم الشقه للمالك. في مثل هذه الحاله لو احنا اوجدنا مثل هذا الحل في المنظومه الموجوده جديدا وفي ظل الطرح الموجود حاليا، اعتقد احنا هنحل مشكله كبيره جدا من مشكله الايجار الاماكن المطروحه حاليا، لان المطروح حاليا حاجتين. المطروح حاليا في المنظومه الحاليه حاجتين: الحاله الاولى الايجار غير السكني، وده المحلات التجاريه اللي هو بعيد عن الشخص الاعتباري، والحاجه الثانيه كمان فيما يخص الايجار التجاري واللي هو بعيد عن الشخص الاعتباري، والايجار السكني اللي هو الشقق السكنيه المطروحه. عندنا حاجتين التجاري السكني والتجاري او الاداري، ما برضه بيدخل في هذه المساله. طلعنا دلوقتي القانون 10 سنة 22 انهى مشكله الشخص الاعتباري واوجد لها حل بالخمس سنوات زيادة 5% و 15% زيادة دورية، وبتنتهي في مدة الخمس سنوات. وسار القانون من يوم 7 مارس 2022 بعد نشره في عدد الإيجارية. توصل حضرتك ده فيما يخص يعني تخلو العين لأصحابها إن صح التعبير. بعد خمس سنوات، بعد خمس سنوات هتخلو العين. وده بعد كده حتى القانون نظم إن القضاء كقضاء مستعجل يختص بالطرد اللي يتقاعس عن التسليم في هذه المسألة. المطروح حاليا في البحث الايجار السكني والايجار الاداري او التجاري، وده عشان خاطر نوجد له هيبقى فيه عندنا منظومه كبيره جدا. عندنا 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 اثنين من الاشكاليتين كبار جدا. اشكاليه ان انت ازاي هتوازي بين مصلحه المستاجر وازاي توازي بين مصلحه المالك. المالك حاطط عينه على الملك. طب دي نقطه مهمه جدا وانا حابب ان احنا نستوفيها ونديها حقها. ويعني افاده حضرتك في القانون الجديد ويمكن ده الاهم، ده صحيح، بس برضو حتى يعني نفهم جميعا يعني نحن الساده المشاهدون، القانون القديم اللي صدر في الاربعينات اللي تم تعديله زي ما حضرتك اشرت، اظن ان هو كان بيضمن برضو حقوق للملاك. يعني اذا كانت المشكله في السنوات الاخيره خاصه في القيمه العادله للايجار، فكانت تبقى المشكله الاكبر في إخلاء العين بعد انتهاء غرض السكنة. يعني فكرة التوريث للجيل الثاني والجيل الثالث وفكرة إغلاقها من غير ما يكون في استفادة منها كانت مسائل بتؤلم أصحاب الوحدات السكنية. معاليك فيما يخص أنا كلمت، أنا قلت كلمة فيما طرحته من سبق وهو زيادة أسباب الإخلاء. زيادة أسباب الإخلاء، لأن أنا بقول لك أنا عندي دي كانت موجودة أفتكر في القانون، دي موجودة كل أسباب الإخلاء موجودة كل شيء ما بيش. لكن هو اللي طرف في الحرب العالمية الثانية لما طرقت على 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 المجتمعات كلها بالكامل، قال لك لا خلي اعمل امتداد للناس اللي مستأجرة، هتروح فين المستأجرين؟ أيوة. فنشأة القانون نشأة استثنائية. يعني أنهو قانون اللي كان القانون إيجار الأماكن نشأة استثنائي، لأن الأصل كان قانون مدني. القانون الجديد لا، القانون اللي هو القانون إيجار الأماكن من 47 سنة 62 69 77 81 كل ده استثنائي. واخد بالك ده كل استثنائي، الاصل عندنا القانون المدني، لكن دي بمراعاه من الحكومات المتعاقبه لمصلحه المستاجر ومصلحه المالك. تمام، احنا ممكن نستوضح ده ونستزيد مع حضرتك بضيف اخر عبر الهاتف، هو الدكتور هاني سراج الدين استاذ سياسات الاسكان بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء. دكتور هاني تحياتي لحضرتك ومرحبا بك. اهلا وسهلا بسيادتك يا فندم. اهلا بك يا فندم. وطبعا واحنا بنتكلم على الوحدات السكنيه في مصر من الاربعينات في ظل مجتمع يعني كان يعيش تحت الحقبه الملكيه ثم الحقبه الناصريه الاشتراكيه ان صح التعبير او الوصف، نتيجه ظروف اقتصاديه وظروف فقر معينه وعدد وحدات سكنيه موجوده في مصر كان الاغلب هو الايجار وكان قليلا من يتملك وحده سكنيه. هل الامر ده باستمراره لهذه اللحظه يعني ووجوب تعديله زي ما احنا متابعين دلوقتي يخلي احنا عندنا القدرة ان احنا نحقق العلاقة العادلة ونوفر للناس اللي هتخرج من المساكن القديمة بديل ممكن بالنسبة لهم؟ والله بشكر سيادتك على الاستضافة واحب بس اشير الى انه تكرر الاهتمام بتفاصيل المشكلة من ناحية، وفي اعقاب كل تعداد سكاني بتظهر بيانات بتظهر
جزء من المشكله في مساكن مغلقه. دكتور هاني لو حضرتك سمعني ممكن تغير مكان حضرتك قليلا وترجع لمكان اقرب لشبكه الهاتف حتى يصلنا صوتك بوضوح. تمام، انا على الطريق وحالا في ظرف 3 دقائق هيكون متوفر شبكه قويه، يعني المنطقه دي فيها ضعف للشبكه. تمام. هل سيادتك لو حضرتك تحب تفضل معانا عبر الهاتف مفيش اي مشكله، لو حضرتك تحب يعني نؤجل الاتصال 3 دقائق مفيش مشكله. ارجح كده عشان خاطر المنطقه دي فيها 3 دقائق تقريبا الاتصال. مفيش اي مانع، نرجع لحضرتك كمان 3 دقائق يا فندم. سياده المستشار، احنا كنا بنتكلم مع الدكتور هاني في النقطه المتعلقه بانه في ظروف اقتصاديه واجتماعيه معينه وعدد وحدات سكنيه في مصر كان معظم الناس بتستاجر بامكانيات ممكنه. الآن عدد الوحدات السكنية زاد، الشعب زاد، المواطنين زادوا، لكن كمان ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ممكن ما تكونش اتغيرت للقطاع الأعرب، فإزاي ممكن يتوفر لناس بدايل هي قاعدة بالفعل في الإيجار القديم، قبل ما نناقش بقى القانون الجديد اللي صدر للأشخاص الاعتبارية. نعم. اسمح لي سيادتك، أنا سألت هذا السؤال كثير جدا. لكن عاوز أقول لحضرتك أنا عاوز نعيش الواقع. إحنا في مشكلة. واصبحنا في الوقت في 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 في, في مقومات عصريه ملحه لحل هذه المشكله. اللي انا بقول عشان خاطر تصبح تطرد المستاجر من المكان بدون ان توفر له البديل صعب. وكذلك تترك المالك بدون زياده ايجار صعب. يعني لما يكون النهارده الايجارات في السكنيه لم يطرا عليه اي زياده من السبعينات ده كتير جدا. انا هقول لحضرتك مثال وتسامحني فيه ويسامحني الساده المشاهدون لان انا مش صاحب صاحب قضيه هنا. لا ما انا عارف، احنا بنقول راي وراي. لو النهارده بنتكلم في قيمه ايجاريه مثلا 5 جنيهات، خلينا ناخذ المتوسط قيمه ايجاريه قديمه جدا او قديمه نسبيا ومضاعفتها الخمس اضعاف، ده رقم برضه في النهايه زهيد. لا احنا قلنا يجب ان يوضع حد ادنى. حد ادنى. في ظل هذه الاعتبارات حد ادنى لا يقل. ممكن نقول 300، ممكن نقول 400، ممكن نقول 500، حد ادنى. واللي يزيد يزيد. طيب ولو الفئات اللي ما عندهاش القدره على دفع 300 و400 اعترضت على ده في الحوار المجتمعي، ايه اللي ممكن يحدث؟ ما فيش قانون بيحقق مصالح الاطراف بالكامل. لازم فيه شيء وشيء، لان انت عندك كام طبقه عندك، وفي ناس استفادت وعند في ناس استفادت وفي ناس عندها مساكن خاصه بها. يعني احنا في شقق مغلقه هنعالج هذه المسائل. الايجار القديم احنا الحل بيقول ان من 2 مليون ل 2 مليون ونص وحده مغلقة. لا مش مغلقه، دول هم علوم الاشكال بالكامل. أيوة. واخد بالك، بس بيخدموا كام مليون في المجتمع. فاحنا عندنا النهارده اشكاليه، وهي اشكاليه ان تجد حل موزون بين المستاجر والمؤجر. احنا هنصعب ان احنا نطرد المستاجر او نحدد له نهايه 5 سنين او نحدد له 10 سنين، لا اصبح زود الايجار بما يتناسب علشان خاطر برضه المستاجر لو حس ان هو يدفع هنا 5 قروش زياده و5 قروش زياده هيفكر هيطلع وحده يبني او يشتري وحده، يبقى يستفيد بهذا الاجراء. اما وانني يبقى فيه طرف او طرف، لا، ما هو النهارده الوحدات، ومن النهارده هو المستاجر اللي ساكن ب 300 جنيه هو المالك برضه ما هو ساكن واخد في مكان تاني، فانا لازم ارضي المستاجر وارضي المالك في كلا الامرين. لو قدرنا ان احنا نحدد بعض فئات ونقول انه بعض المستاجرين يعني بدافع من الطمع محتفظين بوحداتهم السكنيه القديمه رغم انه ربنا اوسع عليهم من رزقه بعقارات خاصه وبعقارات افضل وما شابه ذلك. وممكن يكون يعني هذا الاحتفاظ كمان مش من الجيل الاول، يعني مش من صاحب العقد او من صاحب التعاقد، ولكن من الجيل الثاني او الثالث. القانون القديم نفسه يا سياده المستشار كان يسمح بقضايا للاخلاء او للطرد، يسمح لكن مع ذلك كانت القضايا بتطول ومش دايما كانت بتبقى ناجحه مع كل اصحاب الحقوق. نعم. هو عاوز اقول لسيادتك على حاجه، ان اسباب الاخلاء زادت الى حد ما شويه في القانون 183 سنه 81.
زيادات الأسباب الإخلاء، احنا عاوزين بس سبب جديد. عندنا كان سبب من الأسباب المهمة جدا وهو احتجاز المستأجر أكثر من مسكن في البلد الواحد، لكن المحكمة الدستورية في التسعينات أصدرت حكم بعدم دستورية النص، فأصبح للمستأجر أن يحتجز. هذا النص لو كان موجود كان استفاد به ملاك كثير جدا. طيب النص عندنا نص في وقت المحكمة الدستورية حكمة مش هنقدر نعول عليه. طيب بس بيتهيألي بس من الدستوري انه يكون له في نفس المحافظة. ده خلاص ما هو الوقت يعني لو انا عندي وحدة مؤجرة في محافظة ووحدة يعني امتلكها في محافظة اخرى، ربما يكون البعد الجغرافي مبرر لعدم وفي المحافظة الواحدة المحكمة الدستورية قالت ان دستورية ما كان كان النص ان هو من يحتجز في ذات المكان، يعني في المحافظة الواحدة في المحافظة الواحدة غير دستوري. انما الوقت لا دستوري الوقت اصبح دستوري يعني من 95 اصبح في نص دستوري. هو نص ما طيب هنرجع نكمل مع حضرتك قضايا اخرى. ممكن عايزين نتكلم على قانون اللي بيسموه قانون الإيجارات الجديد سنة 96، لكن بعد ما نعود إلى الدكتور هاني سراج الدين أستاذ سياسات الإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء من جديد. دكتور هاني من جديد لحضرتك تحية، حضرتك سمعني دلوقتي بوضوح؟ تمام سيادتك. طب دكتور هاني، إضافة للتساؤل اللي أنا سألته لحضرتك طبعا هو تساؤل يعني تأصيل تاريخي وتغير فلسفات الإيجار والتمليك إن صح التعبير للوحدات السكنية في مصر على مدار 7 أو 8 عقود، يعني هل يمكن القول انه عدد الوحدات السكنية المتوفرة الان في مصر الحديثة في القرن 21 في عام 2022 ممكن ان تلبي احتياجات الجميع بما يتناسب مع قدراتهم، ولا لسه في مشكلة في هذا الامر؟ والله هو حضرتك يعني انا احب يكون مدخلي للموضوع هو الادوات المستجدة النهاردة واللي لم تكن متواجدة بنفس القوة من ذي قبل، على رأسها المعلوماتية. يعني احنا بنشهد تطور، للإجابة على سؤال حضرتك هو في شق نوعي وشق كمي، يعني عندنا أرقام لوحدات وعندنا نوعيات بصورة لم تتغير إلى حد كبير على مدار عقود من إجراء التعداد، اللي هي عدد الشقق وعدد الشقق المؤجرة وعدد الشقق الإيجار القديم وعدد الشقق حالتها وحالة المباني والأعمار بتاعتها وما شابه. الكثير من المناقشة بنفتقد فيها لتفاصيل قد تساعد في طرح أدوات وتفاصيل. يعني أنا أفضل طرح معدل على كلام سيادة المستشار كما فهمت انه زيادة حالات الاخلاء، لا انا عايز اقول زيادة الحلول. يعني خلينا نتكلم على حلول تتسق مع الحالات بسرعة. ما عدا ما تحريصك يا دكتور هاني هو طبعا المقصود، وانا يعني وحضرتك اكيد فاهمين كلام سيادة المستشار مظبوط، انه الاخلاء هنا في حالة وجود مبرر قانوني ولن يتم طرد الساكن في الشارع لان عنده سكن بديل، هو نوع من انواع تحقيق العداله لاصحاب الاملاك على قيم ايجاريه كانت غير عادله. تمام، انا متفقين سيادتك. احنا النهارده الدوله حاصل فيها تحول رقمي، والبروفايل او البيانات بتاعت المفروض تكون كلها موجود، المفروض انها تكون موجوده صح، وتساعد على ايجاد الحالات التي تستحق العودة للمالك. احنا دايما يعني فريق الدفاع والله انا بحييك على النقطة دي جدا يا دكتور هاني، وبقترح على حضرتك لو تقدر تساهم هذه المساهمة اكيد بشكل اكبر من برنامج زي برنامجنا بحكم تخصص حضرتك، انه يكون في تحديد للفئات المستهدفة من تعديل قانون الإيجارات القديم بشكل كويس جدا، يعني يبقى معروف مين فيهم المعدن مين فيهم اللي عنده بديل. سلام على انتقل الدولة يعني من خلال عضويتي في لجنة خبراء الإسكان، لجنة الوطنية خبراء الإسكان على مدار السنوات الماضية، وكان أصحاب القرار ممثلين في هذه اللجان، وإحنا كنا بنطرح حلول علمية بتعتمد على الأدوات الإحصائية والمعلوماتية اللي بتتوفر، نقدر نعمل كم هائل من التصنيفات ونحدد الأحقية الفعلية. مظبوط، ده أنا أظن حتى من هذه التصنيفات يا دكتور هاني ممكن تقدروا تصنفوا فئة ينطبق عليها نفس اللي حصل في القانون
10 لسنة 22 فيما يتعلق بمهلة أخيرة إن صح التعبير 4 أو 5 سنوات. أنا يعني هو سيادتك الكلام ده طرح، وأتذكر أنه كان السيد رئيس الوزراء وهو أستاذ زميل متخصص في المجال ده في المركز القومي للحسن الإسكان زميل عزيز يعني. فحتى هو شرح في إحدى الجلسات أنه الأدوات التشريعية لما صدر حكم محكمة النقض وتم الاقتصار على أقارب الدرجة الأولى وعدم دستورية الفقرة اللي تناولت لحد الدرجة الرابعة وما شابه، كان المفروض أنه هذا الكلام هيؤدي على مدى زمني معين لعودة المساكن المؤجرة للملاك الأصليين خروجا من الخلاف بتاع الأحقيات وما شابه. إنما من الواضح أنه التطبيق بتاع هذه الجزئية تحديدا برضو لاقى تفسيرات مختلفة عند بعض السادة القضاة، لأنه هل لمرة واحدة بتعني جيل الأبناء المبشرين أو الأباء المبشرين ولا أحدهم على وجه التحديد؟ وهل هذا الاستحقاق يسري على الجميع بدون اللي هي ترجمة المصطلح بتاع تعدد حالات الإخلاء أو التوسع في تعدد حالات الإخلاء؟ أنا بقول إنه المعايير المعلوماتية هتوفر الأحقيات. هو في حالات أكيد هيبقى الإخلاء فيها ضرورة، في حالات هيبقى أكيد فيها رفع القيمة الإيجارية العادلة للطرفين ضرورة، وفي حالات أكيد هيبقى فيها ضرورة مد الإيجار، لأنه أكيد في النهاية في حالات ممكن ما يبقاش عندها القدرة أنها تنتقل لمكان آخر، وربما حتى الدولة مش هتبقى قادرة أنها توفر لها مكان آخر، يعني امرأة مسنة مثلا وما عندهاش القدرة على السعي أو توفير نفقات مسكن جديد، ممكن يبقى القيمة، ممكن تبقى الفترة الممتدة 4 أو 5 سنوات مناسبة جدا ليه، وممكن تكون بالمناسبة بعض حالات قابلة للتجديد كمان. أنا عايز أضيف لحضرتك بعد آخر في شمولية الحل، شمولية التناول. يعني أنا ما أتناولش، وهذا الكلام طرح وأجرينا عليه أبحاث وما شابه، أنا ما أقدرش أتناول القانون الإيجارات القديمة بمعزل عن برامج الإسكان اللي بتوفرها الدولة حاليا، صح، وبرامج توزيع الأراضي. وأنا كان ليا مقترح سابق في إحدى الجلسات ولقى قبول، وإنما طبعا التنفيذ بتحكمه قوى مجتمعية كتير وحقوق مجتمعية والله وأخلاقيات كمان يا دكتور هاني، لأنه في ناس بيبقى عندها القدرة على استحلال إنها تاخد يعني حقها وحق غيرها. أنا بقى هلخص لحضرتك في جملة واحدة الفكرة هي إنه الدولة لا تكن حكما ما بين الطرفين، الدولة تكون لاعب فاعل من خلال البرامج اللي موجودة. يعني أنا عندي استحقاق للمالك واستحقاق للمستأجر، وعندي الدولة بتوفر برامج تبتدي من الأرض الصالحة للبنى المرفقة أو الأرض غير المرفقة، وحدات سكنية مدعمة ونظم رعاية الأولى بالرعاية من خلال إيجارنا. أنا أعمل الدور يعني يستكمل أضلاع المثلث بدور فعل للحكومة. أنا الحكومة لو دخلت نفرضا الاستحقاق على مسكن قيمته 1,000,000 جنيه، تمام، الحكومة بتسعى إلى أنه لا تغلب النص مليون بتوع المالك على النص مليون بتوع المستأجر. لا، أنا بقول الحكومة تخش يا تدفع النص مليون للمالك أو للمستأجر أو لكليهما، تدفع المليون، مش هتدفع المليون من خزينة الدولة، هتدفعه من خلال وحدات مثيلة مكافأة. الوحدة دي قد تكون وحدة كاملة التشطيب والبنى بمساحة معينة. لا، وأنا أعتقد كمان أنه ضاف لده كمان برنامج تمويل عقاري كبير دلوقتي يا دكتور هاني. هو اللي أنا عايز أقوله لحضرتك في النهاية وتساؤل سريع بعد إذن حضرتك الإجابة عليه، يعني أظن أنه كمان قانون 10 لـ 2022 اللي احنا بصدد مناقشته النهاردة هو مقدمة وتجربة جيدة في أشخاص اعتبارية لن يلحقهم ضرر كبير، وهتكون مصدر إلهام للتجربة الأهم بالنسبة لحوالي 2 مليون أو 2.5 مليون شقة إيجار قديم. يرجى ذلك طبعا إن شاء الله، يعني يكفي الاهتمام اللي الدولة بتوليه وما كانش بيولى بنفس القدر فيما سبق، فالتجاهل المشكلة ما بيفيدش في الحل، بيعقدها أكثر.
ومواجهه المشكله تشخيصا وتوفير لادوات الحل والتذكير خارج الصندوق كلها خطوات بتشير الى انه في اتجاه صحيح لمعالجه الامر. يعني تمام. يعني مع اطيب تمنياتنا للمسؤول وللمستاجر وللمالك على حد سواء. يعني خلينا نقول للمواطن سواء كان مستاجر او مالك. اكيد يا فندم. صحيح. بشكرك شكر جزيل على وقتك وعلى اتصلنا بيك مره ثانيه. دكتور هاني سراج الدين استاذ سياسات الاسكان بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، شكرا جزيلا لحضرتك. وبعود لضيف الكريم في الاستوديو سياده المستشار احمد ابو المعاطي استاذ القانون المدني. وكنا بنتكلم يا سياده المستشار نعم في قوانين ومن بينها قانون الايجارات القديم اللي نقدر نقول انه يعني بالتعديلات اللي لاحقه عليه او بالقوانين البديله له فيما يسمى بقانون 4 لسنه 96 مثلا اللي بيسمى شعبيا قانون الايجار الجديد. نعم. اللي بتمتد فتره العقد وفقا ليه ل 59 سنه. الناس بتتخيل انه احدهم ليه افضليه على الاخر. عايزين نفك الاشتباك ده ونوضحه كاستاذ قانون، والاهم لانه القانون القديم ما كانش محدد المده. نعم. يعني كان يسمى احيانا بالمشاهره لصاحب العين وقت الاجل ما يفرغ، يعني لفتره اقصر من 59 سنه. ده 59 سنه ده فتره طويله جدا. يعني هو معاليك في تفسير المشاهره. العقود كلها اصلا مشاهره. لكن احنا لما حصل امتداد قانوني وبقوه القانون اصبحت المشاهره، فاحنا كمواطنين فاهمين بيمتد العمر. لا، مشاهره في العقد معناه ان العقد يجدد شهر بشهر بشهر. واخد بال سيادتك؟ في ايجار سنه بالسنه، في ايجار بخمس سنين، في ايجار دي كانت مده ايجار. انما ايجار شهري يعني مشاهره، يعني الايجار بيتجدد شهريا. تمام. طرأ قانون ايجار الاماكن في الاستثناءات قال يمتد بقوه القانون، فالناس فاهمه ان دي مشاهره. ساعات بنقول ايه ان في القانون الجديد اللي بنقول عليه القانون المدني مثلا 4 سنه 96 بنقول ان المساله هذا الايجار يمتد بعمر المبنى او الى بحسب رغبه المالك او حسب رغبه المستاجر. ده خطيره جدا، خطيره جدا، لان حكم الهيئه العامه لمحكمه النقض قالت عدم ذكر مده ينتهي بها العقد يعتبر محدد فقط للمده المحدده لدفع الاجره. يعني انا بدفع ايجار شهر وكتبت ان هذا المبنى ان هيستمر الايجار حتى نهايه المبنى، لا، يبقى انت غير مقدره، يبقى شهر بشهر، انزلك الشهر الجاي واطردك في الشهر اللي وراه. دي حته خطيره جدا. يعني من خلال هذا البرنامج بنقول في صياغه عقد الايجار، في صياغه عقد الايجار الجديد او اللي تم تحديد 59 سنه ماشي، اعتبرنا فتره تقريبيه لعمر المبنى برضه. ما فيش مشكله. نحدد 59 سنه، نحدد 30 سنه، نحدد 20 سنه. لكن انا اظن انه فترات اطول من 59 هتتم بالمخالفه للقانون. ده يبقى مخالفه، لان الاحسن ما يميز عقد الايجار انه عقد مؤقت المده مش مؤبد. التأبيد ما ينفعش مع عقد الايجار. طيب انا ليه سالت حضرتك السؤالين دولت؟ القانون القديم حضرتك قلت لي سنه 45 ولا سنه 47؟ كان رقم كام؟ اعتقد ايا كان اي مكان الرقم او القانون القديم والجديد تماشى مع ظروف اجتماعيه، ربما دي مش تخصص حضرتك لكن لا. اكيد حضرتك استاذنا في هذا الامر مناسبه، بمعنى انه عندما كانت الاسره المصريه تسكن في قوانين الايجار القديم كان في نوع من انواع الاستقرار، بمعنى انه قانون الايجار الجديد عانت معه اجيال من الاسر المصريه، وربما نتج عن هذا القانون كثيرا خراب بيوت ونسب طلاق مرتفعه. فكره الاستقرار في السكنه سياده المستشار بتحقق نوعا ما استقرار في الحياه الزوجيه والاسريه. نعم. فاظن انه حتى كمان الاتجاه لتعديل هذا القانون قانون الايجار القديم بقوانين جديده الهدف منها الاستئجار برضه المستديم او نعم. او التمليك علشان برضه يكون في نوع من انواع الاستقرار. نعم. فترد على المساله دي ازاي من واقع خبرتك؟ يعني سيادتك ذكرت من 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 ثواني وانت مع دكتور هاني يعني مساله تأقيت المده. تأقيت المده ما اعتقدش ان خمس سنين يكفي، يعني لازم يكون الفتره يعني كافيه وكفيله عشان خاطر يبقى عقد الايجار يتحول الى اللي بنسميه ايجار مدني. يعني اذا كان في مساله في خيارات مطروحه، إيجاد نوع من البقاء والاستقرار لأي مواطن في أي مسكن يسكنه ده شيء جميل جدا، صحي نفسيا ماشي. لكن كل من أصحاب الملك
وكذلك المستأجر كل منا بيبقى في حالة من إن عاوز يستفيد بملكه. وإن مثلا أنا أولاد النهارده صغار بكرة يكبروا بكرة يتجوزوا يبقى هم أولاد بيت. على فكرة اللي فجر القضية ديت إنه أصحاب الأملاك القديمة ربما مش لاقيين شقق يتجوزوا فيها بعكس اللي كانوا وارثين مثلا الوحدات المؤجرة. ما هم دي الأزمة أصبحت في عند الملاك مش عند المستأجرين. اصبحت عند الملاك مش عند المستاجرين. لان الملاك النهارده طب انا مواطن برضه زيك فانا عاوز استفيد عايز استفيد بالشقه بتاعتي عايز استفيد ببيتي. فانا بنقول بس نحرك المساله القمه الايجاريه عشان خاطر هيعمل موقمه مع المستاجر برضه وهتكون سبب ادعى ان المستاجر هيبحث عن مكان برضه يليق به ولحياته في المستقبل حتى. ونتمنى من الله ان الكل يكون عنده شقه تمليك لكن طبيعه الحياه وسنه الحياه في الظروف الاقتصاديه وفي الحاله الاجتماعيه في مستأجرين أي مكان الأمر. هو أنا يرضيني أن يكون أنا صاحب ملك وأجر النهاردة الإنسان جديد شقة لمدة سنة واحدة في القانون الجديد أقول سنة واحدة أقول لا ما ينفعش أنت بتكلون بتعزيني أروح مكان أروح مكان يبقى في مدة برضه عشان خاطر الأعزال زي ما حضرتك قلت يعني أو العفش أو نقل العفش ده حاجات مكلفة وحاجات بيترتب عليها برضه تغير المناخ في داخل الأسرة واستقرار وعنوان الأسرة الاستقرار مش موجود ومدارس الأولاد الاستقرار برضه مش موجود. دي مسألة برضه ما هي دي مسألة لازم تراعى يعني عقد الايجار سنه اثنين ثلاثه لا اي ما يبقى ليش معنا بنقول هذا الكلام علشان خاطر الحاله النفسيه للمستاجر اللي شدك اشرت اليها. طيب انا عايز ارجع لحضرتك وطبعا حضرتك استاذنا في القانون بفكره الحلول اللي ممكن يشملها القانون الجديد المرتقب اللي فيه حوار مجتمعي بخصوصه فيما يتعلق بالايجار القديم لغرض السكنه. بس بعد ما يكون معانا عبر الهاتف ضيفتنا الأخرى التي كان يفترض أن تكون معنا في هذه الحلقة دكتورة رندا جلال أستاذ التنمية الإقليمية والمحلية وكيل كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتورة رندا. أهلا وسهلا. أكيد حضرتك يعني تعذر حضورك لكن كويس أن احنا بنقدر نتواصل مع حضرتك من خلال الهاتف تفيدينا برأيك كأستاذة في المسائل الهندسية والعمرانية. حضرتك شايفة المسألة إزاي في ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم؟ طبعا هو في ضروره لها ابعاد كتيره منها ابعاد السلامه بتاعه المبنى هل هو قابل ان هو يتجدد تاني في الايجار او لا. الحته الثانيه حق المالك وحق المستهدف هل التوازن ما بين العمليه دي هل هو حق مكتسب للمؤجر على طول ولا لا. لان مثلا في بعض العمارات ما بتجيبش اي عائد للمالك ليها اكنها مش موجوده. ايوه جناهات معدوده. والنقطه المهمه اللي حضرتك قلتيها كمان عمر المبنى ده في مباني يا دكتوره رندا ما زالت يعني بيسكنها مواطنون حتى الان يعني تعتبر دخلت في اطار الاثار عدى عليها اكتر من 100 عام. ايوه فليها ابعاد كتيره. القيمه بقى بتاعت المبنى ده خصوصا لو كان في حي من احد احياء القاهره الفاطميه مثلا او بعض الاحياء اللي ليها قيمه تاريخيه في قيمه تانية او بعد تاني البعد البيئي يعني السلامه البيئيه للمبنى ان مفيش فيه الصرف الصحي اللي فيه التلوث اللي بيبقى موجود. بعض الدول بتقيس نسبه الرصاص في المباني في الحيطان يعني بيأثر على الاطفال بعد صحي. ففي ابعاد كثيره جدا بتخش هل قابلية هذا المبنى يصلح ان هو يستمر فيه ولا لا. هو حضرتك ولون ده مش تخصصك بس الهمتني بتساؤل ربما بيكون احيانا سبب مشكلة كبيرة ما بين المواطنين انه يكون عقار في مكان ما مأهول بالسكان والارض فيه غالية وخلاص هذا العقار يعني غير قابل للسكنة او للبقاء فبيحصل انه ملاك العقار او الارض بمعنى ادق يعني بيحاولوا يستفيدوا بقى من هذا العقار القديم. بيكون المشكله انه صاحب محل او صاحب شقه يعني يريد ان يقتسم معهم يعني سعر هذه الارض او قيمه هذه الارض. فالمشكله ديت ممكن تتحل ازاي يا دكتوره رندا؟ لا والله في العالم اساليب كتيره جدا. هي نوع من التوافق. يعني ايه التوافق؟ مثلا المكان ليه قيمه وليه ندره وليه قيمة تسويقية عالية أو قيمة مالية عالية. طب أنت قعدت هنا كم سنة نسبة إن هو هيخسر مثلا كمحل الزباين بتاعته أو السوق بتاعه اللي بيشتغل فيه فبيتعمل نوع من الاتفاق
انا مش هشاركك اصل النسبه، بس باخد تعويض عن انا هخسر ابعاد اخرى تقيم كلها. هو ده كلام يعني منطقي طبعا وانساني. لكن مش ده اللي انا قصدته حرفيا. احيانا بتكون المشكله كمان بانه في ناس بتيجي تحاول تفرض واقع جديد النهارده او امبارح وكان هي موجوده بقالها سنين. ما دي برضو بتعقد المواقف. ما هي دي عشان ما فيش كنترول، فبيعمل نوع من وضع يد نسبه حقه ان هو موجود في المكان. لكن دي ممكن بطرق تانية اقدر اقيسها. فبيعمل ايه؟ هو عايز يقول ان هو مالك، ان هو بيجيب شهود او هو في المكان ده مالكه. لا طبعا، في اساليب كتير اقدر احدد بيها الملكيه، واقدر احدد بيها هو بقاله قد ايه او كده، او عدد السنين اللي يقدر يستفيد بيها. دي كلها اليات انا اقدر احكم بيها العمليه. وده كله في اطار اداره عمليه التاكد او عمليه الحفاظ على المناطق دي. فاللي هم بيستغلوا الظروف ويحط بيطرح وضع جديد علشان يخش في القسمة او يخش في التعويض او يخش في كذا، في اساليب كتير احنا نقدر كدولة نعملها. الحاجة الثانية، عشان انا اقعد اعمل كل المنظومة دي تتحس صح، لو عملنا نظام عيني للمباني تسجل كم مبنى عندي في المنطقة، حالتهم ايه، مين مستأجرها، ولو حصل ان اتنقلت من ملكيه لملكيه او من مؤجر لمؤجر اخر، الداتابيز او المعلومات دي كلها هي اللي تخليني احكم. غياب توثيق الحاجات دي هو اللي بيخلي المشاكل اللي حضرتك بتشوفها. تمام، بشكرك شكر جزيلا على هذه المداخله، وشكرا جدا لوجودك معنا دكتوره رندا جلال، استاذه التنميه الاقليميه والمحليه ووكيل كليه التخطيط الاقليمي والعمراني بجامعه القاهره. شكرا جزيلا لحضرتك. وعود لسياده المستشار احمد ابو المعاطي استاذ القانون المدني، فضلنا دقيقتين وتقريبا ما اتكلمناش على الاشخاص الاعتباريه لغير غرض السكنه بشكل كافي، اذا كان في نقطه ناقصه. النقطه اللي بحب اكد على حضرتك عليها مع مشاهدينا الكرام كاستاذ قانون، هي فكره وجود اكتر من حل بالنسبه للموضوع المتعلق بقى برفع القيمه الايجاريه العادله، بفكره الطرد، بفكره البقاء لبعض حالات. يعني لازم يكون في بدائل، ما يكونش بديل واحد او قانون واحد يتطبق على الجميع. نعم. النظر الى تاريخ المبنى وتاريخ الايجار بين القديم والحديث في تحديد المده المتبقيه للمستاجر من 5 لـ10 الاكثر هيكون احد الحلول. الحته اللي سيادتك بتقول على الشخص الاعتباري، القانون المدني حدد الشخص الاعتباري في نص الماده 50 من القانون المدني. الشخص الطبيعي اللي بين يولد لاب وام ده عادي. انما بقى الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، الوزارات، الادارات، كل ده اشخاص اعتباريه. القانون عالج المساله الغير سكنيه وليس السكني زي ما هو مع باقي فروع القانون. النقطة اللي كان أشار عليها الدكتور هاني فيما يخص طبيعة الامتداد، احنا لو خدنا بس العقد المستأجر يمتد لفترة واحدة لأي مكان الامتداد، للزوجة، للابن، يبقى ده برضو من ضمن الحلول الجميلة. بس فترة واحدة فقط، ده من ضمن الحلول المطروحة. يبقى يقدم زيادة الأجرة بما يتناسب، ده أحد الحلول. أنا طبعا وقت بينتهي لكن 30 ثانية، وإن كان في وحدات سكنية مؤجرة منذ 50 أو 60 أو 70 سنة، وده معناه أنه عد أكتر من جيلين، فديت الأجيال اللي ممكن تكون بتعاني دلوقتي. أصبحنا في مشكلة. والقانون كتعلمناه قاعدة عامة ومجردة، احنا في اللحظة اللي احنا عايشين فيها، لان احنا رايحين نعمل قانون في اللحظة اللي احنا عايشين نعيش فيها، هي القانون هيطبق على الكل. في نسب متساوية ممكن للإقامة، لا لزيادة الإيجار، لمدة الامتداد ممكن حسب الجيل اللي امتد أو اللي ما امتدش، ده شيء وارد. لكن أنا شايف إن الطرح والحلول القادمة في نظرة تفاؤل بين المالك وبين المستأجر قادمة بأمر الله. وأنا سعيد بإن البرنامج أثار نقطة خطيرة جدا على في الاطر المجتمعيه اللي بتنطرح حاليا، وهي مساله الايجار. ربنا يوفق الاسره البرنامج بالكامل، ووفق حضرتك في خير البلاد والعباد يا رب. شكرا جدا سياده المستشار احمد ابو المعاطي استاذ القانون المدني، شرفتنا واسعدتنا. شكرا جزيلا. اسعدك الله، وشكرا، كل عام وانتم بخير وحضرتك بالصحه والسلامه. والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعه هذه الحلقه، على امل اللقاء في الاسبوع القادم بمشيئه الله. دمتم في امان الله، والى اللقاء.